بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أرحب بكم في فيديو جديد من قناة IQTech يشرح كورس Network Plus. وياكم أخوكم المهندس عمار. اليوم راح يكون هذا الفيديو حل أسئلة للفصل السابق اللي أخذناه اللي هو Wiring Distribution وملحقاتها من Patch Panel وأنواعهن مثل بلوك 110 وبلوك 60 والكابلنج مالتها والSpecification والFeatures مالتهن، وأخذنا الكونكترات وأخذنا أيضا بعض المصطلحات مثل ديماركيشن وسمارت جاك في المحاضرة السابقة. راح نبدأ بالسؤال الأول. يقول لك why would the network administrator use plenum rated cable during an installation? choose two. من يقول لك choose two يعني لازم تختار اثنين من الأجوبة. في حالة لم يذكر عدد الأجوبة تختار فقط واحد. مثل ما عرفنا إنه plenum rated هو الكابل اللي الجاكيت مالته او الغلاف البلاستيك المحيط به راح يكون مكون من ماده اولا الاشتعال او قابليه اشتعالها الا اذا تعرضت الى درجه حراره عاليه، وثاني شغله في حاله حدوث حريق لا سمح الله انه ما تبعث غازات سامه، لان مادتها تكون ماده خاصه في حاله حدوث حريق لا تبعث غازات سامه تؤدي الى الاختناق. فنشوف الاجوبه اللي عندنا low combustion temperature. اكيد لا، اذا لو راح تحترق راسا، يعني يقول لك هاي لو كومبستشن يعني قابليه الاحتراق مالتها في درجات حراره واطئه. هاي كومبستشن تمبرتشر اكيد هذا جواب صحيح. ريدوس توكسيك غاز ريليس دورينج يعني الغازات السامه المنبعثه اثناء احتراقها راح تكون كميه قليله. خلينا نشوف الجواب. هذا هو الجواب الصحيح مثل ما قلت لكم البي We'll see. ننتقل للسؤال الثاني. Which of the following Ethernet and Shielded Twisted Pair UTP cables types is most commonly used? عندنا ياهو من هاي الأنواع اللي راح يذكرها اللي شائعة الاستخدام. 10 ميجا بيس Twisted Pair، 100 ميجا اللي هي Fast Ethernet Base Twisted Pair، عندك وال 1 جيج أو 1000 ميجا بايس تويستد بير. لو جميع هذه الانواع الثلاثة اللي ذكرت هي كلها شائعة الاستخدام حاليا ما دام انه هي ضمن الخدمة داخل هذه الانواع فكلها داخلة ضمن المصطلح انه هي شائعة الاستخدام، مثلا خصوصا بعد ما ظهرت السرعة العالية والاحتياج للسرعة العالية والباك بون، وفي بعض الأحيان في بعض الأماكن تحتاج أنت تكون سرعة أو كابل ينقل سرعة عالية. الآن جدا شائع استخدام الكات 6 اللي يدعم 1 جيجا بالإضافة إلى اللي أكثرهم شيوعا في هذه الفترة اللي هي الفاست إيثرنت أو الفاست كابل اللي هو الكات 5E وايضا كات 5 شائع. عندنا الدي هو الجواب الصحيح all of the above. ليش؟ لانه كلهن الان مستخدمة وكلها مستخدمة بصورة شائعة وكلن حسب الاحتياج. مثلا تلقى الكات 5 انت رخيص فلحد الان يستخدم لانه رخيص جدا، ففي بعض الاحيان السرعات مثلا في بعض الاماكن لا تحتاج اكثر من 2 الى 3 ميجا، وخصوصا مسافات قليله مثلا اندور يعني بين 2 PCs او يعني تسليك داخلي. شوف ماكو داعي يشتري مثلا كات 6 او كيبلات ربما ما لها داعي انه يصرف هذا الكوست. والفاست ايثرنت جدا شائع ايضا غني عن التعريف، والجيج ايضا بدا يكون شائع جدا لكن شويه ثمنه اغلى من البقيه، لذلك دي هو الجواب الصحيح. ننتقل للسؤال الثالث. UTP cable is rated in the following categories except. يقول لك كل هذه تعتبر كاتيجوري او صنف من اصناف اليو تي بي عدا واحده منهم الكات 2 الكات 3 الكات 5 اي والكات 8. طبعا كلها ذكرناها الاثنين والثلاثه والفايف انهانسمنت.
ثمانية بعده ماكو هيجي كاتيجوري باليوتيبي، فجواب دي هو جواب صحيح لأن ماكو نوع من أنواع اليوتيبي من قريناهن أو أصلا هي ماكو موجود، فراح نختار الجواب دي. ننتقل إلى السؤال الرابع. عندنا What type of connector does UTP cable typically use؟ يقول لك يعني في الغالب أو شنو هو أكثر connector أو فيشة راح تستخدم مع UTP. عندنا BNC مثل ما عرفنا أنه ما يستخدم ويا UTP، يستخدم ويا الكوكسيال. عندنا الاستي تستخدم ويا الفايبر، وعندنا السي اس اي 1 ويا نوع من انواع الفايبر. عندنا الار جي 45 هو الجواب الصحيح. ننتقل الى السؤال الخامس. Which of the following provides the longest cable run distance؟ يقول لك يا هو اكثر كيبل من هذه الكيبلات يوصل مسافة، يعني قد مسافة يوصل بدون repeating، يعني انت تربط كيبل اي نوع من هذه الكيبلات راح يوصل لك ابعد مسافة بدون استخدام repeater لتقوية الاشارة. A single mode fiber، multi mode fiber، الكاتيجوري 3 UTP، الكوكسيال. الكوكسيال عندنا الثين مثل ما عرفنا يوصل 180 الى 200، وعندنا الثيك اللي راح يوصل تقريبا 500 متر ونص كيلومتر. عندنا المالتي مود اللي قد يوصل الى 3 كيلومتر بعض الاحيان اكثر. عندنا السنجل مود اللي قد يصل الى 40 كيلومتر without repeating. الاي هو الجواب الصحيح. ستة. You need to crimp on a connector using an RJ 45 connector. Which pinout configuration would you use to connect a host into a switch؟ تذكرون احنا اللي اخذناها انواع التفييش وانواع الاستندارات المستخدمة لربط الكيبلات بالكونكترات وانواع الكيبلات الانواع المستخدمة من هذه الاستندارات في ربط مثلا كمبيوتر بسويتش او سويتش بسويتش او هوست بهوست. اتمنى تراجعون هذه المحاضرة اللي نساها لانها محاضرة مهمة، يعني لازم اي واحد يشتغل نتورك يعرفها لانه هو شغله راح يربط بين الاجهزة. ما معقول انه ما يعرف بيا ستندر يربطهن او ربما يستخدم الكابل الغلط. يعتبر هذا من الاخطاء اللي ما يقوم بها الا المبتدئين، يعني هاي في حالة تصعد وتكون انت انسان جيد او بروفيشنال بالنتورك لازم تكون هاي مرحلة منتهية، رغم الفاسيلتيز اللي دي يسوها الشركات انه ما تقبل غلط او ربما تربط نوع واحد من الاستندارات تشتغل عندك، لكن في بعض الاحيان يتطلب ان تستخدم النوع الصحيح مثل ما قلنا بالمحاضرات اللي سبقت او ضمنت هذا الفصل. UTP هو كيبل اصلا مو ستاندر ما تفيش، هو اسم كيبل انشلد تويستد بي، فراح تستبعد راسه. عندك ال 586 اي وال 586 بي. مثل ما عرفنا انه اذا استعملنا الالوان او ترتيب الالوان الوايرات الكيبل UTP الاي هو اللي راح يمثل لك الستريت، راح يمثل لك الستريت. الرول راح يستخدم الكونسول. البي راح يمثل لك الكروس مع الاي، وفي بعض الاحيان اذا استخدمت انت في الطرف الاول 586 بي وفي الطرف الثاني 586 بي راح ايضا يعتبر ستريت، اللي هو راح يكنك لك بين الهوست والسويتش، لكن الاصح هو ال 586 اصل الستاندر لربط كابل ستريت. واما البي في حالة استخدمناه اذا اريد نستخدمه مع الستريت نربط ايضا من الطرف الاخر نفس ترتيب الالوان الوايرات الكابل من الستاندر 586 بي.
أما في حالة إنه احتاجينا أن نربط كروس، فإحنا نفيش أو نرتب في أحد الأطراف من الوايرات 586 A وفي الطرف الثاني 586 B، راح يصبح كروس كيبل. لكن الجواب الصحيح هنا عندنا B. مثل ما نشوف هنا الجواب الصحيح هو B. أحب شوفك هنا شلون انت لازم من تقرأ السؤال تبدي تحلله بصورة صحيحة، رغم هنا سهولة الأسئلة بالنتورك بلاس، لكن في أي امتحان راح تمتحن نتورك بلاس، سكيورتي بلاس، أي بلاس، سيسكو، سي سي ان اي، سي سي ام بي، معظم الأسئلة راح تجيك مثل هاي مالتي تشويس، انه حتى تختار انت الإجابة الصحيحة. فانت من راح تيجي هنا لازم تكون فاهم الموضوع وش تبدي تفهمه. يقول لك you need to climb on a connector using RJ45. عندك فيشة RJ45 وعندك climb يعني تريد تكبس الكابل بهذه الفيشة وبهذا الكونكتر. ده يقول لك which pin out. البين اوت هو ترتيب او ستاندرد ترتيب الالوان للوايرات للكابل اليو تي بي. يقول لك اذا انت ردت تكنك الهوست للسويتش، فانت لازم تعرف من تكنك هوست للسويتش راح تحتاج كيبل من نوع ستريت. اذا تريد تكنك هوست بهوست او سويتش بسويتش راح تحتاج من نوع كروس. فانت لازم كل هاي تحطها ببالك. راح تبدي يو تي بي، شوف الخيار الاول تقول لا يو تي بي هو الكيبل ما له علاقه بالبين اوت، ويتش بين اوت يعني بترتيب الهاي، هو كيبل ما له علاقه بترتيب الكيبل، نوع من انواع الكيبلات. عندك ال 586 A هو الجواب الصحيح، لان هو هذا الترتيب. اذا رتبت انت الالوان حسب ستاندر 586 A من الطرف الاول للكابل والطرف الثاني للكابل ايضا رتبته بنفس ترتيب الالوان وتم سويت لها كرايب او كبستها الوايرات بهذا الترتيب للفيشة او للكونكتر RJ45 من الطرفين، راح تحصل على السترايت. السترايت شي يسوي يكنك لك الهوست للسويتش. اما هسه اسمع واحد يقول لي او ربما يسأل يقول اني استخدم بي ستاندر بي همينة في الطرف الاول اسوي كرايب للار جي 45 الكابل يو تي بي ورتب الالوان حسب ستاندر بي ورتب الطرف الاخر هم حسب ستاندر بي وهم صار سترايت لانه نفس الطرفين بنفس الستاندر من الجهتين. راح اقول له هذا الحكي صحيح، لكن هم من صنعوه سووا الاي حتى للسترايت وصنعوا البي حتى في حالة انه انت سويت من الطرف الاول اي راح الطرف الثاني يسوي بي وبالتالي راح نحصل على الكروس. لكن لا يوجد مانع من استخدام الستاندر 586 بين اوت للسترايت، لكن الاصل للسترايت هو ال 586 اي، واذا استخدمت للسترايت 586 بي ايضا صحيح، لكن الاصل وفي الامتحانات يكون ال 586 اي للسترايت، وفي اذا كان للكروس فاحد الاطراف راح يكون 586 اي والطرف الاخر راح يكون 586 بي. اما الرولد اوفر راح يكون هو للكونسول كيبل اللي شرحنا اللي يستخدمه لعمل كونفيجريشن. سؤال رقم 7. الفايبر اوبتيك كيبل is immune to electromagnetic interface EMI and radio frequency interference RFI because. ليش عندهم حماية او ممانعة للتداخل او النويز من نوع الانترفيرنس للراديو فريكوانسي او الالكتروماغنتيك؟ راح يقول لك ترانسميت انالوج سيجنال يوزنج الكتريسيتي. هو ده يقول لك اصلا هو مو كهرباء، هو منشور يعني عن طريق الكهرباء. يقول لك ترانسميت انالوج سيجنال يوزنج لايت، هو صحيح يستخدم لايت لكن ما يستخدم انالوج. Transmit digital signal using light، وهو هذا الجواب الصحيح C، لأنه راح يستخدم digital أي بلسات ليست analog يعني بصورة متقطعة digital تعتبر 0-1 لتمثيل الضوء داخل هذا الكابل، وبالتالي بما أنه استخدم اللايت في هذا الكابل ما راح يعاني من هذه الأنواع من الانترفيرنس. سي هو الجواب الصحيح.
السؤال الثامن: What type of cable transmit light from end to end؟ يقول لك شنو هو الكابل اللي راح يسوي لك transmits lights from end to end، ينشر موجات ضوء من اسمه fiber optics. سؤال سهل جدا، الفايبر فقط هو اللي راح ينشر او ينقل اللايت على طرفي الكابل لنقل الداتا. رقم بي او جواب بي هو الصحيح. 9. What's the main difference between single mode fiber SMF and multi-mode MMF؟ شنو الفرق الرئيسي بيناتهم؟ electrical signal هو fiber، اكيد مو electrical signal، هو light signal، فنستبعد الخيار الاول. number of lights ray عدد اللايتات اللي راح تنتقل خلال الضوء، وهو هذا الجواب الصحيح، لانه انت بالسنجل مود راح ينتقل لك شعاع واحد او بلس واحدة ممثلة بموجة ضوء تنتقل عبر هذا الكابل من نوع سنجل مود. اما بالمالتي مود راح تنتقل ربما اكثر من شعاع ضوئي خلال هذا الكابل بزوايا ريفلكشن مختلفة خلال هذا الكابل. الجواب بي هو الجواب الصحيح. السؤال العاشر: What type of cable should be used if you need to make a cable run longer than 100 meters؟ عندك انت اذا تريد زيد فوق 100 متر، شنو الكابل اللي راح تقدر تستخدمه؟ مثل ما تعرفت الوايرلس لينك راح تكون مسافتها قليلة ومحدودة كالواي فاي وشبيهاتها. عندك الكات 5 اي ايضا هو ما يتجاوز 100 متر، كات 6 يوصل 100 متر لكن ما راح يتجاوزها بالشيء الكبير. فالفايبر اوبتيك اذا اريد نتجاوزها بهواية، واللي هو الجواب اللي تكون بالسيف سايت بدون ما تفكر، راح تختار فايبر اوبتيك لان ممكن يصل الى كيلومترات، وبالتالي راح يحقق لك شرط السؤال او المغزى من السؤال انه longer than 100 متر. فايبر اوبتيك هو الجواب الصحيح. راح اتوقف هنا بهذا القدر من الاسئلة بهذا الفيديو، واكمل وياكم بقية الاسئلة بفيديو اخر حتى لا يصير طويل. اي استفسار انا حاضر ان شاء الله، اللي عنده استفسار على الاسئله او على الفيديوهات. اذا لقيت انه مكان ما افتهمته تقدر ترجع الفيديوهات اللي لها علاقه او ريليتد لهذا السؤال، واذا ما عرفت شنو او كان عندك شيء غامض ممكن ايضا تستفسر من عندنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.